بدعوة من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا، شاركت سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الخدمات بالمجلس، شاركت بصفتها نائبا لرئيس الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في إفريقيا والعالم العربي في أعمال الحوار الإقليمي العربي للنظم الغذائية ضمن المنتدى العربي للتنمية المستدامة والتي عقدت عن بعد. وفي اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أشارت سعادة الدكتورة جهاد الفاضل إلى أهم المرئيات والاقتراحات التي تقدمت بها في الحوار الإقليمي العربي للنظم الغذائية. قدمت ورقة تناولت فيها جهود البلدان العربية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي، كذلك أكدت على ضرورة تحصين البلدان بإقرار قانون نموذجي لتوفير المخزون الاستراتيجي للسلع الضرورية. ومن أهم الاقتراحات التي تقدمت بها والتي نالت على استحسان المشاركين أن تتبنى قمة النظم الغذائية الأممية والتي من المقرر عقدها في شهر سبتمبر المقبل، إطلاق السنة الدولية للأمن الغذائي لتكون ضمن أجندة الأمم المتحدة. أيضا اقترحت إنشاء مركز عربي للأمن الغذائي لتبادل الخبرة والفائدة بين البلدان العربية، فضلا عن طبعا الدعوة لتبني قانون نموذجي استراتيجي لتأمين المخزون الاستراتيجي للسلع الضرورية والتي تشمل السلع الغذائية وغير الغذائية، وذلك بالتعاون بين الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي والبرلمان العربي والشركاء بالأمم المتحدة مثل منظمة الفاو وغيرها من الجهات المختصة.